اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بقى لنا اسبوعين ما شفناكوش. جينا اخيرا. تمام. ايضا احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كله كويس. تمام. عندنا ايه النهارده سريعا جدا؟ عندنا طبعا ليله مباراه الاهلي والاسماعيلي. خلينا نشوف، طبعا شفنا مميزات الاول في بدايه الدوري، شفنا التصوير جيد جدا، الحكام برضو زي كل حاجه اتغيرت الا النهارده، يعني الاخطاء التحكيميه. اول خطا تحكيم النهارده الحقيقه، والحكم الفار، بالمناسبه حكم الفار حسام عزب هو نفس الحكم في مباراه الاهلي وادي دجله السنه اللي فاتت اللي ما حسبلناش ضربه الجزاء بتاعه احمد رمضان بيكهام. فاحنا بنعمل كده كشكول زي كل سنه وبنجمع الاخطاء التحكيميه السنه اللي فاتت. ماشي، خلينا بس عشان ما فيش وقت للكلام. السنه اللي فاتت كانت 15 نقطه، السنه دي برده في اول مباراه اهي، يعني يعتبر ضربه جزاء غير صحيحه، وبرده في محمود علاء. احنا بنتكلم بشكل عام على التحكيم مش عن مباراه بعينها، احنا بنتكلم بشكل عام ان التحكيم كده لسه قدامنا فيه كلام كتير جدا هيبقى خلال الفتره القادمه، لانه الحقيقه امبارح كان اليوم جيد جدا في التحكيم يا كريم. طبعا اكيد ربما ضغط، يعني فرق الماتشات ما بين ماتش نادي الزمالك طبعا حامل اللقب واول مباراه في الدوري له، مش عارف بصراحه. الكره كانت سهله جدا، حكم الساحه يشوفها، حكم الفار يرجع لها. احنا قلنا مفيش اي مشكله عند حكم الفار وحكم الساحه انه يعيدوا اللقطه اربع او خمس مرات بالزبط. على السكرين، ازمه عندك شوفها مره واثنين وثلاثه. بس فعلا الكره يعني من فضحتها هي اللي عامله الجو، طبعا اللي احنا على السوشيال ميديا الجو طبعا ملتهب جدا. كوره في اول ماتش في الدوري تيجي كوره بالمنظر ده، بالتالي هيقول هيخليك انت في الماتشات بتاعه النادي الاهلي تطلب ان ما بقاش يبقى حقك تاخده، وان ما فيش حاجه تتحسب عليك غلط. هنخش برده في جدل كتير، ولكن الامانه الكوره كانت سهله قوي. بس عامه خلاص يعني، وداني تاني كلامنا ده ملوش اي علاقه بفوز نادي الزمالك، مبروك بالزبط. يعني ما كانش فني، انا ما كانش فني خالص، بس بقول انا بتكلم على التحكيم بشكل عام. في خطا فادح بصراحه كمان، بصراحه اوباما واضح قوي سيميوليشن اصلا في الكوره. لا يعني مباراه الاتحاد وسموحه امبارح 4-4 كانت مباراه قويه جدا، بس برده كان فيها خطا تحكيم، خطا تحكيمي يعني ضربه الجزاء. يعني عامه خلاص، بس احنا طبعا زي محمد قال طبيعي ان كل الناس هتركز، وده احنا قلناه، والناس هتعد الاخطاء. والنهارده اول خطا، واعتقد ده خطا مفيش اتنين ممكن يختلفوا عليه. نيجي بقى الماتش، بدايه انطلاق النادي الاهلي مع الدوري الجديد، وبدايتنا مع النادي الاسماعيلي اللي ضيع علينا نقطتين في الموسم اللي فات في الدور الثاني، وكان نقطتين حاسمتين مع اختلاف طبعا الاجهزه الفنيه. بنتكلم السنه اللي فاتت كان الكابتن ايهاب جلال، السنه دي بنتكلم على الكابتن طلعت يوسف. طبعا بنتمنى له الشفاء، هو مش متواجد بكره على دكه البدلاء لان هو يعني مصاب بفيروس، كنا ربنا ان شاء الله يشفيه ويعجل بيه عودته، وهيتولى الجهاز الفني المساعد اداره المباراه. بدايه معانا تشكيل النادي الاسماعيلي، وانا واحمد هنتناقش سريعا على التشكيل المتوقع للنادي الاسماعيلي، وبرده النادي الاهلي يلعب بكره ازاي. يعني التشكيل الاقرب للنادي الاسماعيلي بكره، في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، وده احد الصفقات الجديده اللي جابها النادي الاسماعيلي. الباك رايت احمد عيد اللي هو كان بيلعب في نادي الزمالك من ناشئين نادي الزمالك وراح طلع الجيش. الاثنين المساكين باهر المحمدي، وده طبعا مساك دولي وفي منتخب مصر. المساك اللي جنبه مروان الصحراوي، لعيب برضو تونسي، لعيب مميز، ولكن انا بشوف ان هو برضو عنده مشكله في التمركزات. عمل قدامنا ماتش كويس، بس يعتبر اتنين مساكين كويسين، باهر المحمدي ومروان الصحراوي. نيجي برضو للباك ليفت محمد دسوقي، وده كابتن طلعت يوسف دايما بيحبه وبياخده معاه سواء في مصر المقصه، برضو منضم حديثا للنادي الاسماعيلي في من مصر المقصه. طبعا الاقرب 4-3-3 بكره للنادي الاسماعيلي، هيلعب ارتكاز عماد حمدي على يمينه، لسه فيه يا اما محمد مخلوف يا اما دونجا، بس الاقرب محمد مخلوف. يعني من التمرين بتاع النادي الاسماعيلي كان محمد مخلوف. ناحيه الشمال محمد صادق، ومحمد صادق ده اللي بيحول طريقه اللعب ل 4-2-3-1. ليه؟ لان هو دايما اللي بيعمل عمليه الزياده لقدام، وهو اللي بيتحول لصانع العاب دايما بتاع النادي الاسماعيلي، وكورته حلوه جدا. نكمل بقيه التشكيل برده، ناحيه اليمين شكري نجيب، وناحيه الشمال شكري نجيب، وفي قدام طبعا قدام تشونجا وشلونجو، لا مش شلونجو، شلونجو غالبا هيبقى على الدكه. في شكري نجيب والجناح الثاني برضو عبد الرحمن مجدي، لا عبد الرحمن مجدي موقوف. فانت عندك برضو شلونجو او محمد وشكري شامي. نجيب محمد الشامي، محمد هو محمد الشامي، محمد الشامي وشكري نجيب، وقدام جاستن تشونجا. ده التشكيل الاقرب للنادي الاسماعيلي. الخلافات ان ممكن شلونجو عندهم دكه برضو كويسه، يعني عندهم دونجا في الارتكاز، عندهم قدام شلونجو في راس حربك مميز، عندهم برضو اجنحه متولي، عندهم مدبولي كويس، مدبولي لعيب كويس،
في الجناح يعني دي طريقه اللعب. اتوقع ان الاسماعيلي بكره هيبقى نفس انبي النهارده قدام نادي الزمالك. ممكن احيانا هيلعب دفاع منطقه، دي طريقه لعب كابتن طلعت يوسف، ولكن هيبقى في ضغط برده لان كره الاسماعيلي متعودين عليها الكره اللي هي الجميله الكره الهجوميه. فاعتقد ان هيبقى في بدايه المباراه ممكن يكون في ضغط من النادي الاسماعيلي علينا كنوع من المفاجاه، بعد كده هيتراجعوا. وبالتالي هم انا بشوف ان عندهم برده بعض المشاكل الدفاعيه اللي هي المساحه دي اللي لازم يستغلها، سواء بدا محمد مجدي قفشه، بدا بيرسي تاو، بدا احمد عبد القادر في الحته اللي هي الزون 14 دي. دي مهمة جدا لان دي هتبقى واحدة من نقط ضعف الاسماعيلي من السنة اللي فاتت. بالظبط. بس احنا اهم حاجة عندنا كابتن اسلام ان احنا اكيد بكرة ماتشنا برضو عامل زي ماتش طلاع الجيش في السوبر، محتاجين ان احنا نكون درسنا الفريق في الموسم الدور الثاني ونتفادى الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها. في صفقات جديدة عند الاسماعيلي، الجهاز الفني مختلف، وان كان الكابتن طلعت يوسف برضو بيلعب كرة على الارض شبيهة شوية باللي بيلعبها الكابتن ايهاب جلال، لكن اهم نقطة بالنسبة لي على مستوى التشكيل ان احنا نبقى بنلعب بهاي لاين. لازم بداية النادي الاهلي في الدوري ده انه يلعب بدفاع متقدم جدا 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 جدا. واحد محتاج فعلا انك تبين الصفقات الجديده، محتاج انك تبين الاداء البدني اللي انت اتعلمته خلال الفتره الاخيره وانك قعدت الفريق بدنيا وظهر في مباراه افريقيا اللي كسبناها 6-1. بس طبعا مباراه الامانه قدام منافس متواضع للغايه، مهم جدا ان احنا من بكره نلعب بالطريقه المعتاده للنادي الاهلي على مدار تاريخه، انك بتلعب بهاي لاين بتضغط الفريق المنافس في نص ملعبه ما بتطلعوش بالكوره، وبنحاول نخلق هجمتنا من نص ملعب المنافس اكتر ما احنا بنستنى المنافس يوصل لملعبنا ونخطف الكوره ونعمل البيلدنج اب ونرجع لملعبهم مره ثانيه. فاعتقد دي نقطه مهمه جدا، مستنيين بكره ان شاء الله نشوف شكل مختلف، لان تاني 75% من فرق الدوري بتلعبنا بنفس الستايل اللي احنا اتكلمنا عليه كتير السنه اللي فاتت في البيت الكبير، في طلاع الجيش، نادي المقصه، نادي الجونه، نادي الاسماعيلي برضو. كل الفرق دي ما بتلعبكش جيم مفتوح، بتلعب جيم ضيق، بتقفل الخطوط قدامك وبتعتمد على الكرات الطوليه، ولما يوصل لنص ملعبك يبدا يلعب الكرات العرضيه، ودي طبعا نقطه مهمه جدا محتاجين نشوف ليها ان شاء الله حلول بكره. بس برضه في يعني بكره منتظرين ان احنا نشوف شكل مختلف برضه للنادي الاهلي. ايه احنا استنينا ان مثلا بكره ان شاء الله بيرسي تاو، احمد عبد القادر، ميكوسوني، كل الناس دي كانت موجوده في بعض مباريات الكاس، ولكن خاصه اللعيب زي بيرسي تاو. لعيب بيرسي تاو واحد من الصفقات، اعتقد اغلى صفقه هو في الدوري المصري في الميركاتو، اعتقد ان هو هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، وفي التدريبات ماشي بشكل كويس جدا. بيرسي تاو وميكوسوني بكره هيدوك حلول كتير جدا، سواء بيرسي تاو سواء ميكوسوني سواء الشحات سواء عبد القادر سواء قفشه، فانت عندك كميه سواء كهربا عندك تحت الفراوده كميه حلول كتيره جدا. فاحنا منتظرين امبارح كان معايا امير توفيق وقال ان احنا عندي افضل يعني النادي الاهلي عنده افضل سكواد موجود دلوقتي في افريقيا. طبعا واحد واثنين وثلاثه بصراحه احمد بصراحه في افريقيا يعني كابتن امير توفيق معاه مليون حق، وكمان على مستوى قطاع الناشئين بصراحه. نعم. النادي الاهلي شغال على مستوى الاسكواد في الفريق الاول، بيدعم كمان قطاع الناشئين، وكمان مطلع اعارات في التشيك. صحيح. اعراض بره في الدوري المصري كتير، فانت بتكسبهم زي ما عمل مع محمد. صحيح. شريف. صحيح. وعمل مع اكرم. صحيح. توفيق وعمل مع صلاح محسن، بتكرر التجربه دي. فالنادي الاهلي بصراحه في حته الاداره دي في حته ثانيه يعني. لكن بكره احنا منتظرين من بيتسو موسيماني ان هو يقدم اداء ان شاء الله يكون افضل، يكون اهم حاجه التنظيم بكره، تكون الخطوط الثلاثه بتاعتنا متقاربه بشكل كويس. اهم حاجه الضغط. الضغط بتاع لعيب النادي الاهلي في بعض المباريات ما كانش حلو، منتظرين بكره انت خلاص خدت راحه، عملت فتره اعداد، ان شاء الله بكره بدايه الموسم بقى الحقيقيه باذن الله ننسى اللي فات ده كله ونبدا باذن الله تبان شخصيه النادي الاهلي. الروح لازم تدي رساله من اول مباراه ان انت النادي الاهلي، ان انت ان شاء الله ناوي ان انت تاخد الدوري من بدري، وبتوجه رساله للمنافسين ان انا قادر، خاصه لما بتلعب منافس محترم زي النادي الاسماعيلي من بدري ان انت تكسبه وتعمل عليه جيم كويس، بيدي رساله للمنافسين. دي حاجه مهمه جدا، لازم الخطوط الثلاثه تكون متقاربه، لازم يكون في تحرك بدون كوره بشكل مهم جدا. الحاجه كمان المهمه اللي احنا مستنيينها ان احنا نشوف الاخطاء الدفاعيه اللي كانت بتحصل السنه اللي فاتت، دخل فينا 29 هدف. نتمنى ان بعض الاخطاء الدفاعيه دي تتلاشى السنه دي والموسم ده، ان احنا نبدا. تمام. ان الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده، وعلى فكره الخطا الدفاع مش بيبقى من قلب الدفاع او من الحارس، هي بتبقى في المنظومه الدفاعيه بالكامل. كريم. تمام. نروح نشوف بعض اللقطات اللي جبناها من مباراه السنه اللي فاتت ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، ونشوف الفكر العام للنادي الاسماعيلي واللي في وجهه نظري كابتن طلعت يوسف مش هيغيره كتير. انا عاجبني في اللقطه دي ايه، ده اللي احنا عملناه، هو ده اللي احنا مطالبين نعمله بكره. أيوه. النادي الاسماعيلي هو بيعمل بيلدنج اب من عند نص الملعب، من بدايه الملعب بتاعه، ان دايما نضغط وناخد كوره. بس هنا اكبر مشكله عندنا كابتن اسلام
الكره الثانيه سكند بول. سكند بول اهم نقطه عندك اول ما بتضغط على الفرقه بيضطر يلعب الكره الطويله. وانس انك لعبت الكره الطويله لازم اللي هيلعب الكره براسه لازم يكون هنا في زميل متواجد له. واحده من الاخطاء اللي كانت عندنا في النقطه في الحته دي ان احنا ما عندناش لعيب ياخد الكره الثانيه في المساحه دي. يعني هنا ايمن اشرف رجع الكره بالهيد او ياسر ابراهيم مفيش زميل ياخد الكره وبالتالي الكره بقت لوس بقت مشتته اي حد ممكن ياخدها. يبقى انا النهارده لازم وانا بدي سيد الاسماعيلي اجبره انه يلعب البيندنج اب بتاعه يلعب الكره الطوليه. الكره الثانيه نزل في نص الملعب يكون في لاعب من خط الوسط على طول بياخد الكره. واعتقد سيناريو المباراه وسيناريو البيندنج اب على الاسماعيلي مش هيخرج عن الحاله اللي انا جبتها دي. تعالى بقى نشوف تشونجا وما ادراك ما تشونجا. ده اكتر واحد يعرفه هو بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي المهاجم الجديد بتاع النادي الاسماعيلي. ايوه اللازم يكون طبعا اكيد موسيماني اتفرج عليه ازاي بيلعب. هو اصلا كان بيلعب في اورلاندو بايرتس وموسيماني طبعا كان بيدرب سان داونز فعارفه كويس. احنا عاملين عليه السبوت. هو طبعا ده واحد من الهدافين اللي مميز جدا داخل منطقه الجزاء بالتحركات وبيلعب ضربات ثابته يعني خطاف. فلازم نخلي بالنا بكره من تشونجا. لازم ايمن اشرف سواء بدري بنون سواء ياسر اي حد من الثلاثه الاثنين اللي هيبداوا بكره يخلي بالهم من تحركاته لانه ذكي في التحرك بدون كوره وسرقه المدافعين وهداف مهاجم كويس. وانا بعتبره ده افضل صفقه جابها النادي الاسماعيلي الصيف ده. يعني تشونجا واحد من المهاجمين الكويسين جدا اهو انا جايبينه بس نفرجه للناس. لازم الناس برده تكون شافت تشونجا قبل ما يشوفوه بكره. تمام يعني جاستن تشونجا ده مهاجم من زامبيا قادم من اياكس كيب تاون الجنوب افريقي. فده بص واحد من الناس اللي بتعرف تكسر مصيدة التسلل وبتسرق المدافعين وبتتحرك بين الخطوط بشكل ممتاز جدا ومميز بالتسديدات. هو مميز بالتسديدات وضربات الراس. بص دي قطع على القريبه وحطها براسه. فاذا في احنا شفنا جون من تسديده وشفنا جون من قطع على القائم القريب وضربه راس قوي بدنيا كمان قوي بدنيا نعم. فانت لازم تخلي بالك من المهاجم ده. ولازم طبعا اللعيبه ده جون ضربه ثابته او ضربه جزاء برده هو بيلعبها من بيلعب ضربات جزاء بيلعب ضربات ثابته فمهاجم كويس جدا. ولازم نخلي بالنا بكره من تحركات جاستون شونجا بالتاكيد. تشونجا بالتاكيد اكيد هيبدا يعني اكيد بنسبه كبيره وغالبا هيبقى شلونجو هو الاحتياطي. كريم اهم نقاط القوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي. وطبعا نقاط القوه في النادي الاسماعيلي اكيد ان الفريق معهوش ضغط. يعني دلوقتي النادي الاسماعيلي تحول ربما مبارياتنا مع النادي الاسماعيلي في بدايه الالفيه الثانيه كانت فيها ضغط جماهيري وضغط حماس. دلوقتي الفريق الاسماعيلي ما بقاش عليه ضغط. يعني الفرقه مش مطالبه بتحقيق شيء قدام النادي الاهلي اكتر من تلعب كوره كويسه. واعتقد كمان وجود الكابتن طلعت يوسف اكيد احنا عارفين الكابتن طلعت يوسف يعني مدير فني متوازن. كابتن ايهاب جلال لحد ما بيبقى ريسكي بيبقى عنده خطوره كبيره عنده مخاطره في طريقه اللعب وفي الهجوم وكمان في عدد التمريرات. كابتن طلعت يوسف على الشكل النقيض طبعا عشان بس دي الوقت كان معانا فيديوهات من مباراه الاتحاد والاهلي السنه اللي فاتت. كابتن طلعت يوسف قدم قدام النادي الاهلي مباراه كويسه في صف الدور الثاني. ولكن انا بشوف ان اهم النقاط القوه اللي عند النادي الاسماعيلي بكره مفيش حاجه الفرقه مطالبه بيها. الفرقه بتلعب كوره سهله وبالتالي احنا بقى مطالبين ان احنا ما نحولش المباراه لمباراه جماهيريه. يعني لازم لعيبه النادي الاهلي تفهم ان مباراه الاهلي والاسماعيلي في الوقت الحالي ما بقتش بنفس القوه الفنيه والتكتيكيه زمان. لا اللعيبه زمان كانت مختلفين دلوقتي في فجوه كبيره. فلازم احنا نلعب على الشكل الجديد. ما يبقاش انا داخل احساسي ده ماتش اهلي واسماعيلي ماتش جماهيري. لا ماتش عادي ماتش سهل العب الكره البسيطه بتاعتك. واعتقد لو احنا عملنا كده هنقضي على كل نقاط القوه. اهم نقاط الضعف بسرعه جدا يا احمد ضعف النادي الاسماعيلي المساحه الموجوده ما بين مروان صحراوي وما بين محمد دسوقي. المساحات الموجوده ورا الظاهرين لازم بكره تستغلها. محمد دسوقي ظهير جديد احمد عيد برده صغير في السن فانا اعتقد ان الظاهرين هيبقوا نقطه ضعف كبيره. عماد حمدي لما بيلعب ارتكاز واحد في مساحه كبيره وراه دي ابرز نقاط الضعف. طبعا بشوف برده تاكيدا لكلام كريم ان من 2010 النادي الاسماعيلي ما قدرش ان هو يكسب النادي الاهلي. من سنه 2010 بقى لنا 16 مباراه على التوالي. نتمنى ان السلسله تكرر او تكمل لان الرقم القياسي كان 18 مباراه. النادي الاهلي قعد 18 مباراه على التوالي ما يخسرش من النادي الاسماعيلي. احنا حاليا 16 مباراه من سنه 2010 فنتمنى ان شاء الله ان الرقم ده يكمل باذن الله. انا بشكركم جدا. النهارده كانت حلقه سريعه جدا ولكن كنا محتاجين ان احنا نعرف او دايما نسمع حضراتكم في تحليلكم للنادي الاسماعيلي في هذه المباراه. انا بشكركم شكرا جزيلا كريم واحمد ثابت. وزي ما قلت